يا ذبيحا يا حسين، قد بكتك يا حسين كل عين. يا جريحا يا ذبيحا يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. المظلومين الغر الميامين، فاز والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك. يا مصباح الهدى وسفينة النجاة وعبرة المؤمنين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا أقول؟ فذا بياني قاصر عن نظم مدح أو قريض ثنائي. سيدي أبا عبد الله، ماذا أقول وفيك قال المصطفى قولا تنزه عن خطأ الأهواء؟ أنا من حسين وهو مني فلذة، ريحانة الدنيا عليه بهائي، وكذاك باب الله مصباح الهدى، وبه الشقي يكون في السعداء. ولقد روينا أن من قد زاره في كربلاء شوقا بغير رياء فكأنما زار الإله بعرشه، وجزاه رب العرش خير جزائي. هذا شريطة أن يكون مواليا
لبني النبي السادة النجباء يهوى عليا والأئمة بعده ويكن كل البغض للأعداء إلى أن يقول عرج بأرض الطف واذرف دمعة عرج بأرض الطف واذرف دمعة متذكرا رزء الغريب النائي وانظر بقلبك كي تراه مخضب بدمائه ترى لا زال جسد الحسين على التراب وانظر بقلبك كي تراه مخضبا بدمائه ملقا على الرمضاء والجسم منه كالسماء وجروحه مثل النجوم وجروحه مثل النجوم أبت عن الإحصاء بعد والرأس منه على القناة وحسينا أي والرأس منه على القناة وحوله أطفاله أي في الأسر والبلواء أبكي أبكي على أي مصيبة أبكي يا صاحب الزمان أنت على أي مصيبة أبكي أبكي على بنت الإمامة زينب آه زينب 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 أبكي على بنت الإمامة زينب بالأسر ساقوها بعد بالأسر ساقوها بغير ردائي بالكف تستر وجهها بالكف تستر وجهها لهفي لها من حرة في مجمع الأعداء أي بالكف تستر وجهها لهفي لها من حرة في مجمع الأعداء هل تستغيث ومن يلبي صوتها وحماتها صرعى على البوغاء هل تذرف الدمع الغزير وهل ترى يجدي البكاء في زحمة الأرزاء خويا يحسي يا انصدل وصدل ليتا امرأة واحدة وأربعة وثمانين أسارة بين امرأة وبين أطفال كفيلة هذه العائلة مولاتنا زينب هالأيامها أي حسيا يا صدلي وصدل ليتام وأنا حرمة وطحت ما بي أنظل
ايوه انا حرمه وطحت ما بي يا يا نضل يا ويلي ومالي عشيره ولا لي اعمى ترضى ترضى يا ابو الشيمه يا ضرغام خواتك سبايا تروح للشام اي خواتك سبايا تروايا يا احلى يا الشام خويا خويا لا تقول ما عندك مروه ولا تقول ضيعت الاخوه دشوف الشمر بيا شو سوى يا ويلي ساطع علمتوني تلوى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال إمامنا وسيدنا ومولانا جعفر الصادق عليه السلام: إن أبا عبد الله الحسين لما قتل بكت عليه السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما يرى وما لا يرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا تحت راية الإمام الحسين في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع ولده الإمام المنتظر المهدي من آل محمد. لا زلنا نعيش أجواء عاشوراء، لازلنا نعيش تلك الأجواء الأليمة والصعبة على قلب كل مؤمن ومؤمنة. هذه الأجواء ليس فقط تركت آثارها على الناس وعلى المؤمنين من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، وإنما إخواني شهادة الإمام الحسين عليه السلام تركت آثارها على الكون كله. ولأجل تقريب هذا المعنى إلى الذهن لكي يكون موضوعنا وبحثنا سهلاً للأذهان، خاصة من الممكن أن هذه المواضيع تصل إلى أذهان أفراد لا يتمتعون بولاية أهل البيت عليهم السلام، لكي لا يصعب عليهم قبول هذه الأمور. أنتوا الحمد لله الله من عليكم بالولاية، نعمة الولاية العظمى، من السهل المستسهل عليكم قبول هذه الحقائق، ولكن لكي يكون الإنسان على بصيرة أكثر أذكر هذه المقدمة للبحث والموضوع. إخواني، هناك مجموعة من الأحاديث الشريفة تسمى بأحاديث النور. هذه الأحاديث تصرح بأن الله تبارك وتعالى
خلق أنوار أهل البيت عليهم السلام وزين بها عرشه. الجدير بالذكر أن هذه الأحاديث ليست مذكورة فقط في كتبنا نحن الشيعة، حتى في كتب العامة هاي الأحاديث مذكورة. وعلى سبيل المثال للحاصر كتاب فرائد السمطين لأحد كبار علماء العامة واسمه الحافظ ابن حمويه الجويني الشافعي من علماء الشافعية، هناك يخصص في كتابه بابا يذكر في هذا الباب أحاديث متعددة أن الله تبارك وتعالى خلق أنوار أهل البيت عليهم السلام وزين بها عرشه. هذا عالم من علماء العامة يذكر هذه الأحاديث. ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة المروية عن مولانا وسيدنا الإمام الهادي عليه السلام أنك تخاطب أهل البيت تقول: خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين. محدقين يعني محيطين. هذه الأنوار كانت تزين عرش الله تعالى. وعرش الله إخواني، عرش الله أعلى مركز للقيادة الإلهية في السماوات العلى. عرش الله أعلى مركز للقيادة الإلهية. الله ما عنده مكان لأنه ليس بجسم، لكن هذه المراكز مراكز رمزية، مثل ما احنا بالنسبة للكعبة نقول بيت الله. البيت عادة لمن؟ للإنسان الذي يريد أن يسكن في البيت. الله لا يسكن في بيت لأنه ليس بجسم، فلماذا نقول بيت الله؟ لماذا نقول بيت الله؟ لأن هذا مكان يرمز إلى الله. العرش مركز الأوامر الإلهية، مركز المقدرات الإلهية، مركز القيادة الإلهية لكل المخلوقات. زين؟ عرش الله، الله زينه بنور محمد وآل محمد. وبالذات زين الله عرشه باسم الإمام الحسين عليه السلام. كتاب مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي، هذا من علماء الحنفية ما هو شيعي، يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء بعدين إجا ورجع في حديث أبي بن كعب والحديث مفصل: رأيت مكتوبا عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. كما أننا نزين بيوتنا بلوحات غالية بكلمات، الله زين عرشه باسم الحسين عليه السلام. هذا شيء عظيم. ها أنت اعرف قدرك أيها الموالي أيها المحب، أشكر الله تعالى الذي جعل في قلبك حب الحسين عليه السلام، أشكر الله تعالى الذي وفقك لإقامة عزاء سيد الشهداء. أنتوا اللي هاي الأيام الله وفقكم لإقامة الشعائر الحسينية بكل مفرداتها، أشكر الله على هذا التوفيق. الملايين محرومون من هذا التوفيق، هم أنفسهم هم جعلوا أنفسهم محرومين. أنتوا الله رزقكم هذه النعمة العظمى. هذه كانت مقدمة. إذن الإمام الحسين أيها الإخوة ليس شخصية مجهولة لأهل السماوات. الآن أجل الموضوع، لقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على أن الكون كله بكى على الحسين عليه السلام. الكون كله
والآن أذكر نماذج في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إخواني، كتاب الدر المنثور للسيوطي. ليش أذكر المصدر؟ حتى تعرف هاي القضايا ليست خاصة عند الشيعة. السيوطي، الحافظ جلال الدين السيوطي، من علماء الشافعية، من العامة، إلى تفسير، موجود التفسير، موجود في المكتبات، في تفسير هاي الآية، تحب راجع هناك، يقول أمطرت السماء دما على الحسين عليه السلام. أمطرت السماء دما، بكت السماء دما على الحسين عليه السلام. والسيدة زينب أشارت إلى هذه القضية في خطبتها في الكوفة، قالت: أوعجبتم أن مطرت السماء دما؟ وهذا الشيء لم يكن في كربلاء فقط، بل في الكوفة أيضا. في الكوفة أمطرت السماء دما 3 أيام، دم. نعم، إذا احنا نشوف السماء تمطر الماء، السماء يوم عاشوراء أمطرت دما، وهذا الدم ما كان كدم الإنسان، أنه دم الإنسان من الكريات الحمر والبيض، لا لا لا، هذا شيء خاص عجيب كان، بحيث إذا أصاب الدم ثوب أحد لا يزول لونه أبدا حتى يتمزق الثوب. كل ما كانوا يغسلون ثيابهم التي كانت منشورة تحت السماء والتي أصابها الدم، ما كان اللون ولا كان الأثر يروح. شيء عجيب، حتى الحيطان التي أصابها الدم ما كان اللون يروح. الآن إذا حائط حتى لو صبغت بصبغ أمام الشمس، بمرور الزمان اللون يتضاءل، هذا ما كان يتضاءل أبدا. السماء بكت دما على الحسين عليه السلام. بعد الأرض بكت دما، الأرض بكت دما. يا إخوة تفكروا شوفوا عظمة الحسين. الصواعق المحرقة، هذا كتاب من كتب العامة لابن حجر ومعروف، هناك يذكر، يقول: في يوم مقتل الحسين عليه السلام ما رفع حجر من على وجه الأرض إلا ووجد تحته دم عبيط. وجه الأرض، وجه الأرض، هاي الكرة الأرضية، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. نعم، إذا كان واحد يشيل يرفع حجارة صخرة من على وجه الأرض، يرى تحتها دما عبيطا. عبيطا يعني طري، كأنه الآن سفك هذا الدم تحت هذا الحجر. الأرض بكت دما على الحسين عليه السلام، في كتبنا وكتب العامة هذا الشيء مذكور. والإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه يبكي دما، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. وإحنا شنو؟ إحنا إذا نبكي قطرات من الدموع تنزل، قطرات، أين نحن من عظمة مصيبة الحسين عليه السلام؟ حتى بعض الناس يوم عاشوراء، أنا كنت أشوفهم مع الأسف الشديد، يوم عاشوراء قاعد في مجلس الحسين والخطيب يذكر مصيبة سيد الشهداء، وهذا قاعد يطلع للخطيب هكذا حتى لا يطأطئ رأسه، فكيف بدمع؟ دمعة واحدة ما تجري من عينه. وهذا علامة على قساوة القلب. ولهذا جاء في الحديث الشريف الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع. وفي الأحاديث: إذا ما أجدت الدمعة، ما صارت عندك حالة بكاء، فعليك بماذا؟ بالتباكي. بالتباكي، نعم، يعني إظهار حالة البكاء، إظهار صوت البكاء. نعم، ولكن الإمام صاحب الزمان يبكي دما. أين نحن من هذه المصيبة؟ وأين دموعنا من هذه المصيبة؟
بالإضافة إلى ذلك أذكر هذه الجملة الثالثة وأنا في ختام الكلام، وإلا البحث مفصل. الحديث الشريف يقول، يرويه العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 45 من كتاب بحار الأنوار، يقول: لما قتل الحسين عليه السلام صرخ جبرائيل صرخة في سماء كربلاء، صاح جبرائيل صيحة مثل الصاعقة. شنو قال؟ قال: ألا قتل الإمام، ابن الإمام، أبو الأئمة. في استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه صرخ جبرائيل تلك الصرخة، وفي يوم عاشوراء صرخ جبرائيل صرخة أخرى. ولهذا نحن في مصيبة الحسين عليه السلام، الإمام الرضا شو يقول يا إخوة أيها الموالون؟ الإمام الرضا شو يقول؟ يقول: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليصرخ الصارخون. الإمام الرضا يقول هذا معناه التباكي بالصوت المرتفع، وليصرخ الصارخون فإن البكاء عليه تحط الذنوب العظام. زين، هذا جانب من مصيبة كربلاء، وتعاله اليوم نروح نشوف ما الخبر. أقول لك ما أقول لك، اليوم يا يوم، اليوم 12 من المحرم إخواني، اليوم بنات رسول الله على أبواب الكوفة. بأي حالة، بأي وضع خرج أهل الكوفة لاستقبال بنات رسول الله، وهم أهل الكوفة يتفرجون؟ صاحت مولاتنا أم كلثوم: يا أهل الكوفة غضوا أبصاركم، أما تستحون من الله ورسوله تنظرون إلى حرم رسول الله وهن حواسر؟ قال الراوي: رأيت علي بن الحسين راكب على بعير، بعد وفخذاه تنضحان دما. ليش؟ لأن الإمام حينما في كربلاء ركبوه على البعير ما كان يستقر بسبب الضعف والمرض، فأمر ابن سعد لعنه الله أن يربطوا رجل الإمام من تحت بطن البعير. حجة الله، الإمام المعصوم كان بهالحالة إخواني من كربلاء إلى الكوفة بلا توقف، ولهذا كانت الدماء تسيل من فخذيه عليه السلام. وأشرفت امرأة من الكوفيات من سطح دارها، قالت: من أي الأسارى أنتم؟ من وين جايبينكم؟ فقالت مولاتنا زينب: نحن أسارى آل رسول الله. هاي المرأة شافت، أنا ما أشرح ما أقدر، بس هالمقدار أقول لك: نزلت من على سطح دارها وجمعت ما كان في بيتها من الأزر والمقانع، وجاءت بهن إلى النساء. عرفت شنو الموضوع الآن؟ صيح ومصيبتها. هذه المصيبة التي إمامنا صاحب الزمان يبكي لها دما، ويحق لكل موالي أن يبكي لها دما. إمامنا أمير المؤمنين كان قد أخبر مولاتنا زينب ليلة استشهاده، قال: بني كأني بك وبنساء أهلك سبايا في هذا البلد. ولكن إخواني الخبر شيء والرؤية بالعين شيء آخر. مولاتنا زينب ذيك الليلة سمعت هذا الخبر من أبيها،
لكن هالأيام بعينها شافت، اليوم بعينها شافت. دخلت الكوفة يوم من الأيام، كانت بالكوفة هي ابنة الخليفة، ابنة أمير المؤمنين، والآن بهالحالة تدخل مع النساء والأطفال. ولكن هناك جملة أخرى، أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ذكرها لابنته زينب ذيك الليلة، ليلة استشهاده. أنا أقول رفقا بابنته، محافظة على عاطفة ابنته. شنو الكلمة اللي الإمام ما ذكرها وهي اليوم تحقق أمام زينب؟ الإمام ما قال لابنته زينب: بني كلما رفعت رأسك رأيت رأس أخيك الحسين. اليوم تحقق هذا الأمر، لأن ابن زياد لعنه الله أمر بأن توضع الرؤوس بين المحامل. لهذا مولاتنا زينب من يوم عاشوراء بعد الظهر بعد ما شايف رأس أخوها، اليوم رفعت رأسها فرأت رأس الحسين على الرمح أمامها. أيوا حسينا، ماذا صنعت مولاتنا؟ نطحت جبينها بمقدم المحمل. شلون؟ وإذا بالدم يجري على وجهها، وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول: يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا راس حسية يا اندحكي لي كلمتي، يا راس حسية يا اندحكي لي كلمتي، يسر قلبي بصوتك يا ضي العين، يسر قلبي بصوتك يا ضي العين. أي أنا عساني ميتة من قبل هالحين، عساني ميتة من قبل هالحين، ولا شوفك قطيع الراس، أي ولا شوفك قطيع الراس. هي يا حسين جاءوا برأسيك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا. ألا لعنة الله على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين من بنيه، يا الله اللهم اشف بهم مرضانا، واقض بهم حوائجنا، واغفر بهم ذنوبنا. اللهم زد في قلوبنا محبة علي وأولاده الطاهرين، وبغض أعدائهم أجمعين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين، واحشرنا في زمرة الحسين. عجل في ظهور إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العزاء منا ومن المؤسس والحاضرين بأحسن القبول، وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. يا جريح
يا ذبيحا يا حسين قد بكتك يا حسين.